نجم الاذاعه الاول. طال عمرك انا اول شيء ان انا خجول ان يعني اجلس امام قامه اعلاميه بمستواك. احنا يمكن وجدنا نفسنا من خلال صفحات العروض. صحيح. ولكن انت تبي تثبت اول شيء غرورك الذاتي. صحيح. بس نمشي مشوار بسيط للمدرسة الابتدائية القديمة. ولو رحت انت الحين في بيوت المطاوع الأول كلها فيهم فيهم فيه سدر، بس هاي بيتها سدر شكل آخر. يعني المرحلة الثانية في الأول ابتدائي تحول إلى أن احنا أيضا عندنا ريوك وعندنا غدا في قسم التغذية. أبو علي، قبل شوي كنت تراويني صورة وانت في وانتو في الابتدائية، لأن العملية التعليمية كانت على أصولها. إيش كان ترتيبك أول شيء في الابتدائية؟ عندي قضية هني لازم أقول لك. قولها. لا حول ولا قوة إلا بالله. تمين نصيح حين شلون كلهم خذوا شهاداتهم وإحنا لا؟ أقرأ في عيني إنه سعيد، لكن ما عندي القدرة على التعبير. أيضا هني تغير شيء آخر، إنه ظهر عندنا نشاط مختلف، جمعية للطوابع. صحيح. جمعية للقراءة. أسعد الله وأوقاتكم أعزائي المشاهدين، نتواصل معكم في حلقة جديدة من برنامج البرواز، وما زلنا في ضيافة الإعلامي والهرم القطري الكبير الأستاذ حسن عبد الله رشيد، الدكتور حسن عبد الله رشيد، والناقد طبعا الإعلامي المميز. دكتور الله يمسيك بالخير. الله يسلمك حبيبي. تسلم. في الحلقة اللي طافت دخلنا الإعدادية وقلت لك هني تبدأ الأفكار. صحيح. الطالب تتبلور. صحيح. تتفتح. صحيح. نبي نتكلم عن المرحلة الإعدادية، وهل ما زالوا ربعك الطلبة اللي كانوا معاك في الابتدائية انتقلوا معاك لهذه المدرسة؟ حسن، احنا من يعني من بيئة قرية إذا جاز لنا التعبير الدوحة، تحولنا إلى مدينة انشطارية. أولا شلون؟ من فريج صغير فرجعنا معروفة ومعدودة. إيه؟ إلى أن تشوف اتساع الرقعة الحين الجغرافية. إيه اليوم؟ فعملية أنك أنت تشوف رفيجك ما يصير إلا في مناسبتين. صحيح. الله ييرك، يا أما الوفاة يا أما الزواج. زواج. نعم. وتلقى بالصدفة وتفرح أنت بشوفته. صحيح. يعني أيضا الحياة تطحن الواحد. صحيح. حقيقة كل واحد تدري المسؤوليات. الأول عايشين في بساطة الحياة. صحيح. كل شينا نسوي بروحنا. ثم صار عندنا احنا الحين وسيط هو اللي يغلف ذاكرتنا، اللي هو هذا الموبايل اللي في جيبك. صحيح. ان حتى بالنسبه للاهل، ها شلونكم، ان شاء الله بخير. بس. فالعمليه عمليه ان انت تلتقي مثل قبل برابعك، او يكون لك مكان للتجمع، وهذه اشكاليه. يعني في شيء في الكويت مثلا الميالس اللي موجوده منتشره في كل الفرجات والدواوين. هذه شيء جميل جدا جدا. في بعض البلادين مثلا في البحرين القهاوي الشعبية. صحيح. اللي تقوم فيه. احنا مع الأسف الشديد وين بتروح؟ انا شخصيا لو قلت لك بروح سوق واقف ما اقدر اروح، لسبب ان الشيشة في كل داعوس موجود. صحيح. وانا ما اقدر في هذا السن وعامل عملية القلب اني انا اتوكل على الله واروح اقعد مثل هني. ايضا بالنادي اللي كنت انت تنتمي له في شبابك وتروح جزء. صحيح. من نسيجك. أنا متأكد أنت حين نادي الخور يمكن أنت ما مريت على بابه من سنين. صحيح. نفس الشيء بالنسبة لي أنا النادي العربي اللي كنا أول جزء من هذا النسيج. يعني على فكرة النادي العربي أكثرية الإعلاميين من جميل كلهم. يعني. كلهم. إيه. فلذلك ما فيش مكان. كنا نتمنى حقيقة أن يكون لنا مثلا جمعية للكتاب. صحيح. جمعية للمسرحيين. صحيح. نلتقي فيه نعبر في الفنانين. للفنانين. صحيح. وأعتقد أن هذا يعني مطلب حقيقي بالنسبة لنا. إحنا عندنا للحمام الزاجل، عندنا للطوابع، عندنا عندنا عندنا. فالأفضل أن يكون لنا أيضا جمعية منتدى، سمى ما تبي تسميه ومشعل، مش مهم التسمية بقدر ما يكون لنا مقر نتجمع فيه ونعبر فيه ونتكلم فيه. صحيح. هذه إحدى الإشكاليات اللي يخليك أنك أنت بين حين وآخر تلتقي بربعك. حتى في الأعياد قبل كنا نزور ونروح. صحيح. الحين أنت محدد. إيه. الدق بيت بيت الأول. إيه. الحين من الصعوبة بمكان. طبعاً. يمكن لأن إحنا صار كنا ندور العيدية.
ما هذه واحد وبعدين لك لا بس الحياة الآن تطورت يعني صح. ما عادت الناس مثل الناس لا مجتمع انشطاري أقول لك طبعاً طبعاً نجي حق المدرسة الإعدادية وذكرياتك فيها وبديت طبعاً الآن طبعاً كان أول صدمة بالنسبة لنا إحنا إن إحنا ما أخذنا الإنجليزي إلا في أول إعدادي تدري مو مثل الحين فكان عملية الصعوبة كيف تتعامل مع هذه اللغة الجديدة وعندك حصة في الأسبوع أو حصتين يعني لكن بالمقابل مثل ما قلت لك كان في شغلات جميلة جمعيات هذه جمعية الرسم مثلا جمعية القراءة حفظ القرآن الكريم الطوابع فكان هذه الجمعيات بالإضافة إلى مباريات بين الفصول كان شيء جميل جدا جدا وعلى فكرة في هاي المرحلة في المدرسة كان في فصول كان مثلا أستاذنا توفيق القيسي مسؤول عن مثلا أسرة أبو عبيدة فلان عن أسرة خالد بن الوليد أو عمر يعني كل هاي وهذه المنافسات كانت تخلق نوع من الأجواء الحميمية لكن قبل ما نتكلم في ذي كان قبل صير عندنا شغلة جميلة جدا جدا في استاد الدوحة قبل ما يبنون السور دار مدارة الفعاليات أو المهرجانات اللي تصير يعني أذكر مهرجان كبير جدا جدا بدبابات معمول من الخشب بلباس يعطون لباس العسكر معركة دير ياسين معركة فلسطين فمن هذه الأشياء كنت أنت تجد نفسك وسط هذه اللعبة اللي موجودة يعني فيومك مستمر من خلال الأنشطة المختلفة يعني اللي موجودة وبعدين كنت تحاول قدر المستطاع أنك أنت تسابق الزمن لأن العلم بالنسبة لك والمعرفة ومرحلة جديدة انتقال جديد صرت بوعي أكبر فهمت تحاول قدر المستطاع أنك أنت تبرز طاقاتك انت صحيح. إيه لكن سيظل كرة القدم هو الشيء الأبرز بالنسبة لك انت كإطار في موجود لعبات ثانية كرة الطائرة كرة السلة وفي هذه المرحلة يمكن لأول مرة كان سعد دبيبة هني اللي أسس يمكن فريق صحيح. وأطلق أسماء متعددة على اللاعبين الجوهرة الذهبية الجوهرة الجوهرة الذهبية ليكون أنت لا كان خالد الجوهرة السمراء خالد كان موجود واحد من سلطنة عمان صاحب الرأس الذهبي السد العالي واحد اسمه إسماعيل هاجر إلى الإمارات حارس مرمى وأطلق عليهم هذه الألقاب الموجودة كان معكم طلبة من الإمارات إيه وايدين كانوا معنا حتى لآخر سنة كان معنا زملاء أتذكر منه واحد اسمه ثامر وواحد من سلطان السويدي وكان في موجود عندنا هني محمد حبروش السويدي مانع سعيد كان معك في المدرسة؟ في المدرسة كان في الثانوية موجودين بس قابلنا ذيلين يعني سابقيننا مانع سعيد العتيبة عبد الله نويس ناصر نويس مجموعة كبيرة يعني ومن سلطنة عمان زملاء كثار يعني صحيح. كانوا موجودين صحيح. كانوا يدرسون يعني صحيح. عيال حارثي علي محفوظ المنذري عمر يوسف لا من عمان كان عندنا كثار يعني وما زالوا اللي درسوا في قطر يعشقون قطر يعني هاي الشيء لمست منهم وما ينسون دور قطر في هذا الإطار دكتور حتى أول ما بدأت الإذاعة صحيح لي إذا أنا بعد غلطان كنت تذعون أسماء الناجحين إيه؟ فمن ضمن الناجحين مدارس في رأس الخيمة إيه؟ كانوا حتى في دبي في دبي كان في موجود مكتب لقطر وكان المسؤول عنه أستاذ درسنا اللغة العربية اسمه كامل الزغموت إيه؟ بعدين راح هو مسؤول عن ذي الكتب والمنهج وكل شيء من الدوحة يعني أذكركم أنتم لما لا 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 كان لا كانوا موجودين تعدون أسماء الناجحين حقيقة مدرسة الشارقة مثلا في دبي نعم كان في منهج وكل شيء وحتى الكويتيين كان لهم مدارس نفس الدور يعني لعبوا في هذا الإطار يعني اللحمة الخليجية القديمة طبعا شوف مثل ما قال غانم في مسرحية من المسرحيات اللي كان يده يركب البعير من عمان إلى الكويت أو يركب البوم ويعبر على كل الموانئ ما حد يسألك وين جوازك وين رايح وين جاي لأنك أنت بوتقة واحدة عادات تقاليد بعدين تعال خلينا نقول من ما عنده أهل
ما في. ما أعتقد ما حد عنده أهل في الكويت. لا ما في. خالة في الكويت، عيال عمه في البحرين، عيال خالته في الإمارات، أهل في عمان. فأنت في بوتقة، لذلك أنت يمكن نسيج مختلف حقيقة يعني في المنطقة، لأنك أنت واحدة متكاملة. صح. ونفس المدرسينكم انتقلوا معاكم ولا لا؟ أي نفس المدرسين. يعني أحمد علي منصور كان معنا لغاية ما إحنا رحنا ثانوية. زين، والابتدائي من يبون المدرسين غير؟ المدرس كان مثلا أحمد علي منصور شالك من أول الروضة لغاية ما تتخرجت، في كل صف في مربي فصل، ومعاك في شو اسمه في الابتدائية وفي الإعدادية وفي الثانوية والثانوية. أي موجود معاك، هو مربي الفصل. إيه؟ لكن مدرسين ثانيين. إيه؟ يعني انت مثلا من مسؤول التعليم في ذيك الايام؟ ها؟ من مسؤول التعليم في ذيك الايام؟ لا، كان في الله يسلمك في المرحله ذي الشيخ جاسم. الشيخ خليفه ولا الشيخ جاسم؟ لا، الشيخ جاسم. كان الشيخ خليفه قبل. اي ما كان، ما كان في عهدك قبلك. لا، الشيخ خليفه كان، شوف كان موجودين قبل، يعني مثل ما تقول مدير للمعارف. دي. كان مبارك المرحوم الوالد مبارك الخليفي، وكان المرحوم جاسم درويش، بعدين الشيخ خليفة، بعدين الشيخ جاسم. يعني في أيام الشيخ جاسم طبعا اللي تم تأسيس وزارة التربية والتعليم، وزارة المعارف. الكشافة شلون دورك وياهم ولا ما كنت؟ اشتركت آخر سنة بس. آخر سنة في الثانوية. في الثانوية، على أساس أن يعطونا الشارة الخشبية وما أعطونا. وكنا الله يسلمك أنا وكل المجموعة موجودين مع بعض، كنت أنا وصديق الملاعب عيسى نجم ورستم حاجي باقر والمرحوم أحمد النعمة اللي توفى بفترة قليلة. فطبعا كل واحد يتم، قلنا الحين من يكون أول الليل ومن يكون على الزام آخر ناطور ناطور. إيه، فمهمتنا كنا أنا وعيسى والله تسوي مقالة فيهم، ناكل بستك مكت الكشور على أساس الصبح يهوشون رستم ويهوشون الله يرحمه أحمد، يقومون الصبح ولا وين كشرة مش عش دران إحنا راقدين. هاي رسم عبود. إيه والله عيسى الله يذكره. هاي رسم عبود. زين، في سنة كم خلص الإعدادية؟ الإعدادية لا قبل كل 64. 64. إيه. وبعد كنت الأول. إيه. ما زحزح عن مكاني. ها؟ ما زحزح عن مكاني. خلي مكانك يعني. لا، يا أول يا ثاني أحاول قدر المستطاع، لأن أنا خلاص صار عندك أنت يعني هوس مثل ما يقولون، ولله الحمد إن هاي النتيجة حتى في القاهرة وأنا متخرج كان ترتيبي الأول على كل الدفعات، لأن ارتبط بالقراءة. أنا قابلتك في شارع الجامعة الدول العربية في مكتب طيران، كنت تحضر للدكتوراه. طبعا أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونواصل اللقاء مع هرم الإعلام القطري الدكتور حسن رشيد. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين في هذه الرحلة المشوقة مع الإعلام الكبير الدكتور حسن رشيد. أبو علي، أنت طبعا من الإعلاميين المميزين، متى عرفت ميولك أنت في الإعدادية ولا في الابتدائية؟ أعتقد عندكم إذاعة مدرسية ولا؟ لا، ما كان عندنا. ما كان؟ لا، كان أقول لك بس خطابات في الابتدائية الصبح، فهمت؟ رفيق النتشة، وبعدين في الإعدادية الأستاذنا المرحوم فتحي البلعاوي. أنت كطلبة ما كنتوا تلقون قصائد شيء في؟ لا، هذا نلقي في الفصل. لا 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 لا، ما كان موجود. ما كان موجود. لا لا لا، ما كان موجود. ما كان فيه. أقول لك في الابتدائية أخي جاوز الظالمون المدى، وحتى في الثانوية يعني النشيد الأساسي يعني الله أكبر فوق كيد المعتدي يعني هذا. بس دكتور، يعني في ذيك الفترة، في فترة الستينات، أعتقد كانت تجي صحف، تجي جرائد، تجي مجلات، هل كنت تحريص مثلا تروح؟ لا، من يشتري يا حسن؟ يعني
أنه في مكتبة عقب مكتبة التلميذ، يمكن في مرحلة لاحقة كنا نشتري مجلد العربي، بس في مكتبة موجودة في المدرسة، يعني كان عندنا مجلد سندباد، عندنا كتب، عندنا المكتبة الخضراء، عندنا أعمال مكتبة التلميذ، القصص اللي تجي يعني، عندنا مثلا مال محمد أحمد برانق. أنا يمكن كنت شوي فضولي فكنت أحاول أقرأ. بعدين كان عندنا شيء أبو علي لازم أقول لك شيء غريب جدا جدا. وين بيت أحمد الساعي الله يرحمه في سوق واقف؟ نعم كان هني يفترشون الأفغان والباكستانيين الأرض ويبيعون كتب على ربية، تودد الجارية، علي الزئبق، من قصص المأخوذة من ألف ليلة وليلة. في محدران هني فوق الحين طبعا ما موجود، كان في مكتبة اسمها المكتبة الإسلامية أيضا. وفي وين مكان المكتبة الإسلامية دي بو؟ هذه نفس الشيء. وين أنت لو الحين طبعا ما موجود، شالوه هالسوق. إيه شالوه، لأنه كان دكان بوموزة الله يرحمه. إيه نعم تتذكر دكان اليابر أم جابلة، كان هني في محدرانه صحيح. وفي صاغة هنود يسوون خواتم وخواتم في مكتبة الإسلامية، يبيعون الكتب أيضا. من ضمن الأشياء اللي يبيعونها بربية أعمال موريس لبنان اللي هو أرسين لوبين، بعدين روايات طرزان. أنا كنت مترجمة بالعربي، مترجمة بالعربي إنجليزي. أقول لك يا الله بالخير، إحنا وتزيورني وايد علينا كان في ذاك الفترة، فتوكلنا على الله. كنت أنا أحب أقرأ هاي، لكن كمجلات كنا نشتري. كنت أتذكر أنا وأخوي يوسف درويش ومحمد ومحمد الجابر، كنا نروح مثلا نشتري مجلد العربي اللي تصدر في الكويت الأعداد الأولى. كان بربوي إلا ربع في مكتبة التلميذ، تعرف موقع مكتبة التلميذ اللي حق الله يغفر له عبد الله حسين. إيه. وعلى فكرة يوسف ولده سوى كتاب. إيه. هي كانت في سوق واقف صح تقريبا. لا وين بنك العربي؟ إيه. في الزاوية عند جوان اللي كان يفصل البدلات. ايوه إيه. وعقب انتقلت راحت شارع عبد الله بن ثاني. اي عقب رحت صح. إيه. عقب عبد الله بن ثاني. إيه. كان طبعا حتى ولدي يوسف سوى دار النضال على فكرة. دار النضال. إيه. وسوى عندكم فتح دار النضال في الخور، يبيع كتب الآن ولا قبل؟ لا قبل. ما عمر وايد يعني، بينافس أبوه يعني في السوق، من الصعوبة بمكان يعني. صحيح. أي مكان فتح في شارع مشيرب، وفتح فرع في الخور أتذكر، يعني هاي من الأشياء اللي أنا أتذكرها يعني. كان يبيع كتب، لكن ما كان عندك أول شيء يعني الوضع المادي. ترى يمكن وضعني أنا، وضعي أنا أحسن من غيرنا. معيشك اللي تأخذ 35 ريال تعطيه الوالد؟ 30 ولا تأكلها أنت؟ والله نص رأي النصيفة سالم يكون كان ساعات، لكن بعدين لا، بعدين اللي صار يعني أكثر يعطونا. لا قطعت التم كله عندي. شو خدته؟ إيه لا، الوالد كان عنده محلات الكبيرة، يمكن من أوائل الناس اللي عندهم محلات في سوق واقف. صحيح. محلات كبيرة جدا جدا، وكان عنده بعد محترقت العمارة. إيه. طبعا انتقلوا لهني يعني، والوالد انتقل بروحه يعني. لوين؟ سوق واقف. سوق واقف. إيه. كنت تداوم معه في المحل؟ إيه والله تعبت وايد معه، اشتغلت وايد في الدكان. في طبعا محمد كان من النوع اللي ثائر على دائما، ما يجي ولا محمد اخوك اي ثائر على شيء، بس ما عنده مشكله مع هالامور. كان عنده شلته، هو فنان يعني، فنان اي فنان. بعد ابراهيم علي رفيجه بعد فنان، فهذول شو تقبض منهم. اشتغلت معه وايد، واتذكر بهالمناسبه اقول لك مناسبتين 64 ايام حرب كوبا والتهديد الروسي والتهديد الأمريكي إلى آخره، كان الوالد عنده كمية من الشكر، والحقيقة أنه باعه. وأنا زعلت لأنه كان كل يوم السعر يرتفع يعني بشكل لا يتصور العقل. والمرة ثانية يوم اللي جانا المطر غرق الهاي وحطوا الناس في المدارس، نفس الشيء كان عندنا طرابيل كان الوالد عنده، وأيضا باعه بسعر هاي. فطبعا بعدين عرفت ليش. شلون؟ سألت بعد ما كبرت عن، قلت له أنت مرتين كذي كذي كذي، قال لي شوف حرام الواحد يستغل الإنسان في مثل هذه الظروف، ناس بيوته ضعوف كذا وكذا. فأنت أنا طبعا لأن كانت اللعبة جديدة بالنسبة لي. إيه؟
وما عندك أنت فكرة عن الموضوع. طبعا كان درس دائما أنت ذلين كبار السن عندهم بعد نظر يا حسن تجارب الحياة. لكن تعبت معاه لأني أنا اشتغلت فعلا كنت معاه في هذا الإطار. كنت في الدكاكين القديمة ولا الجديدة؟ لا الجديدة في سوق واقف. القديمة ما لحقت عليها؟ لا لحقت يعني أتذكر مثلا الأمارات اللي جاي منها مثلا مال الوالد الله يرحمه. وش اللي حرق أبو علي؟ أقول لك منارة في مسجد بولقبيب واحد قاعدين ما أدري صيانة أو شيء من هالقبيل قال جقارة فاليمر تدري أنت تدري العمارات كلها عبارة عن خشب وصل وهودج وهاي في عمارة أحمد إسماعيل الحمادي والحريجة من هالعمارة لعمارة إحنا وكان حريجة فبيب الصل والودج تحول إلى قنابل حقيقة وهوى شديد تدري هاي شحم وعندنا حبل بيطة وعندنا منقور عندنا دنشل وعندنا مربع عندنا شغلات دي فكل هذه أثر على العملية دي. زي التأمين ما دفع لكم حسن تتحكي عن ذاك الأيام لو قلت لهم تأمين حد يدورك الله هداك يا حسن. لا بس جاءت مساعدات من الـ 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 يعني الـ البضاعة اللي كنت تبيعونها في دكان الوالد شنو دكتور؟ بعدين لما جينا سوق واقف لا كان ما يبيع بالمفرد يعني كان جملة. بالجملة شكر مثلا عيش. قهوة عيش مثل هالأمور ذي وتالي يوم شاف بعد المطر اللي جانا وخسر وايد فيه على أساس الشكر في البخار كله صار هذه والعيش نفس الشيء دبس إيه فتحول طبعا إلى أن يبيع بسط ويبيع شغلات مثل ذي وحصران حق المسايد يعني سنين تم الوالد هو اللي يبيع حصران قبل ما يجيبون الموكيت موكيت إيه للحين دي كان موجود ولا إيه للحين للحين والله إيه للحين أنت المسؤول عنه الآن؟ لا مو مسؤول في ناس قاعدين يشتغلون فيه وإذا طلع شيء لأن هذين الاثنين مثل ما تقول أبوي رباهم اللي موجودين يعني للحين موجودين موجودين إيه. أنت تدري صندوق بريد الوالد كم؟ ما أدري 67 والله شيء للحين عندكم؟ للحين عندنا أقدم رقم يمكن من هذه رقم السجل التجاري ماله ما أدري 120 يمكن خلصت إعدادية وطلعت الأول طبعا أي انتقلت إلى الثانوية أي مدرسة؟ دار المعلمين رح دار المعلمين في معاش هي أكثر من 45 إيه 300 أوه إيه موظف ذي إيه يعني تزوج وخلاص لا تزوجت بعد إيه هذا اللي بكلمك شو اللي تغير عليك في والله مجموعة كبيرة كنا معلمين. والله كنا مجموعة كبيرة إذا هني سمو الأمير الوالد والشيخ عبد العزيز راح ثانوية إيه أنتوا تروح دار المعلمين راح دار المعلمين وراح كمدرستنا غير كان في بيت اليبر إيه شركة إيه فكنا كان عددنا كبير لكن كان عملية كل سنة يسقطون مجموعة لغاية ما تخرجنا 16 واحد تذكرهم أذكرهم المرحوم صالح تلفت الله يرحمه محمد إبراهيم الغانم أخونا الدكتور عبد الرحمن الدرهم رستم حاجي باقر يوسف أحمد عبد الوهاب مطوع يوسف إبراهيم عبد الله جاسم النصف درويش علي من معنا والله حوالي 16 واحد كنا يعني تخرج مجموعة إيه مجموعة 16 من كان مدير المعهد مدير المعهد الله يسلمك تصور أنه تغير يمكن أكثر من واحد خلال هاي الفترة آخر واحد كان اسمه واحد اسمه أستاذ عبد الحفيظ أظني كان يتغيرون بس من المدرسين اللي درسونا أتذكر منهم أستاذ متولي رياضيات كامل الزغموت اللي قلت لك بعدين راح لدبي لغة عربية مجموعة والله يعني اللي درسونا لأن كانوا يتغيرون كل سنة علي محمود ما درسكم علي محمود أمبلا في الابتدائية دين إيه درسنا هو وبن غباش درسونا ذلين إيه في الابتدائية بعدين راحوا إيه بن غباش وعلي محمود شلون الحياة في 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 المعهد الديني معهد الديني ما رحت أنا معهد دار المعلمين دار المعلمين استغفر الله العظيم دار المعلمين لا والله شيء جميل كان يعني كنا جروب على قلب واحد يعني في البداية يسوون مسرحيات يسوون
هو بدأ بعدين تشوف لما يا صار المسؤول محمد عبد الله الأنصاري. فعمل في الفترة؟ لا أنا كنت متخرجين قبلهم يعني كنت المرحلة قبل. كم تخرجت من أنا 67 67 68 67 إيه. ليش أتذكر؟ لأن الحرب انتهت فحرب 67 إيه وخذنا شوي من 68 لأن بعدين طلبونا نروح الإذاعة بعد ما احنا متخرجين. بعد ما تخرجتوا إيه بس كنا لا ما مشتغلين ما اشتغل لا يعني وصلنا شهر شهرين يعني بعضهم وزعوهم على المدارس مثل عبد الوهاب مثل يوسف مثل هاي فطلبونا فمجموعة رحنا للإذاعة. رحتوا للإذاعة إيه ما كان عندك نية تروح الجامعة؟ هم قالوا لنا في إذاعة وذي فإحنا يعني شيء جديد خلينا نجرب ليش لا. أبو علي إيه دكتور ما كان في حديثك جميل الجامعة كان جبعت هالفترة حديثك جميل لكن حقيقة الوقت يسرقنا في الحلقة القادمة إن شاء الله إن الله راد إن شاء الله بنشوف الدكتور حسن رشيد شلون قدر يوصل ودق أبواب الإذاعة لأن من هني عندي أسئلة كثيرة لك إن شاء الله بيض الله وجهك وما قصرت ورحم الله والديك. أعزائي المشاهدين إلى هنا تنتهي هذه الحلقة من برنامج البرواز واللي كانت في ضيافة حقيقة أستاذنا الكبير الدكتور حسن عبد الله رشيد. أسبوع الجاي حلقة جديدة مع الدكتور حسن رشيد. مع السلامة. زين تشيك بك قولك يلا روح الإذاعة ولا شو سالفة؟ لا فرحنا الإذاعة فعملوا اختبار للمذيعين فطلعت أنا الأول كنت آخر حبة في عقد هذا الأمور لو طلعت يعني هذه الخطوة خلاني إني أنا يطرشوني للقاهرة أدرس في المعهد الإذاعي في هاي الفترة. يمكن أنا قريت عن الإذاعة أو تابعت هي بدأت بثلاث ساعات تقريبا. إيه زين حسن حظي إني قعدت في مكتب معاي اثنين متميزين رغم انها دار معلمين المفروض تروح مدرس ما انا شردت من التدريس والله واكثريتهم وانت دائما مستمع كان يشتغل كل يوم يعمل برنامج خمس دقائق على الهواء بدون ورقه بس نجح البرنامج نجح البرنامج لان انت تخاطب الناس صح بلهجتهم صح تقدم الشعر الشعبي صح المثل الشعبي الحكايات كل ما هو مرتبط ببيتك بمجتمعك الخليجي تتصدق مره من المرات انا وغازي نقدم 17 برنامج اسبوعي إيه بعدين حسن انت لا تنسى ان الميكروفون وانت يعني مثل التلفزيون الناس تشوفك صح بس كان التاكسي الله يسلمك يسوي لك من فريج الغانم للاذاعه ريالين شلون توجهت له يعني شلون توجهت لكتابه الاغنيه مره دخلني الاذاعه القديمه اذكر قال لي يقول الشارع قول اذاعه قطر من الدوحه دكتور تذكر أول مرة قلت إذاعة قطر من الدوحة أول مرة ما أتذكر لكن أتذكر أول جملة قلتها